متى سيتم انسحاب القوات الأمريكية من العراق؟ يعني من المفترض، هم طلبوا 3 سنوات، الفريق المفاوض توصية من قبل القائد العام القوات المسلحة أنه يجب حصر الوقت قدر المستطاع، وأعتقد المدة التي سوف يتم الاتفاق عليه ما بين 8 أشهر إلى عام، وهذا يعتبر حقيقة نصر للحكومة العراقية وفصائل المقاومة الإسلامية التي وضعت ثقتها بالحكومة الحالية. لذلك دبلوماسيا انتصرنا، وأكيد نتيجة الضربات الموجعة 170 ضربة التي وجهت للمصالح الأمريكية، وهذا يحسب أيضا لمحور المقاومة. إذن في هذه الجبهة بدأنا نحقق انتصار. المتوقع الأكبر والامتصاص زخم الضربة الإيرانية، أتوقع أنه لا مجال بعد لنتنياهو الاستمرار بالحرب. الآن وصلت أمريكا وكذلك الكيان الصهيوني، لا مجال للمساومة مع محور المقاومة، لذلك يجب أن يقبلوا بإيقاف الحرب بالأيام وذلك أتوقع في الأيام القليلة القادمة أن نسمع مفاجآت طيبة تسجل حقيقة لمحور المقاومة وللجمهورية الإسلامية وللفصائل.